عم اسمع جاي معك معك عم اسمع يا عم قول مساء الخير ليش ما عم ترد تحياتي عم بقول على راسي يا اخي ما سمعت والله ما على راسي انا اسمع اهلا وسهلا فيكم بخيرك يا مساء انا بدي اقول لك اخوي لانه نحن الاكراد قلوبنا الطيبه دائما نقول اخوي عرفت كيف؟ فانت من شوي انا حضرت بسك مع ابو جورج عم تقول له جورج انه انتم انفصاليين انتم بدكم دوله وانتم ما بعرف PKK حرق 70 ضيعه عربيه وPKK سرق سيارتي وما بعرف شو من هالحكي تمام ف انا بدي اطلب وبتمنى اتمنى بضميرك الحي تحكم وبتجاوب ضميرك الحي بالانسانيه صح ماشي بالانسانيه نعم والله نعم كلامك اول شيء انت لازم تراجع حياتك وتشوف شو لك صار مع اي شخص قريبين عليك هاي النقطة واحدة ماشي لانه بهالوقت بسوريا على فكرة خليني اوضح لك شغلة انا ماني من جماعة PKK بس مشان اوضح لك هاي الصورة انا ماني من جماعة PKK انا كردي كردستاني انا ماني من جماعة PKK تمام تمام اوكي بنرجع للنقطة فانت بتشوف لك سأر مع مين وهذا الشخص اللي اجى اخذ سيارتك باسم PKK سرقه ماشي؟ وانت كمان قلت عنا انه عنا نحن الاكراد انه نحن انفصاليين بدنا الدولة تمام عفرين مين باب عفرين؟ عفرين تحت سيطرة مين؟ باب تحت سيطرة مين؟ مارع تحت سيطرة مين؟ جرابلس تحت سيطرة مين؟ مين اللي طلب تركيا يجي يدخل لهون وكل يوم تاني بيطلعوا مظاهرات وبيقول بدنا ننضم لتركيا هون السؤال مين الانفصاليين هون نحن ولا جماعة المعارضة خلصت لا ما خلصت بس بتمنى انك انت ما تنسى الشيء اللي عم بحكي انا بدي احكي طبعا قولوني خلي بعد مش زلمة مويلسون تمام اوكي جاوبني على سؤالين او ثلاثة اول شيء مساء الخير لكل خوالي المحترمين واللي عندهم انسانية اول شيء مساء الورد يا هلا مساء الورد انا بيك والله انا اول شيء اول ما دخلت على الباث ابو جورج فتح لي نقطة انه ابو عمشي حارق انسان ما كنا انزعجت طبعا الكلام مو صحيح ما كنا واحدين ثاني شيء قلت لي حتى اخي وبعدين اسمع يا خالو سياسه اخذوها بكيكي جماعه البوراس يا خالي والله العظيم والسياره تمت بالغناية اربع خمس شهور ركبوها فلان وفلتان مع الحاجز وفي يوم 6/14 اخذوهم قدام البيت وراحوا تمت ست شهور بالسجن ما انتاك ام الباعي بس انتاك رب ربي بالسجن يقولوا بالسلامة داعش افهم على خارجتك احكي كلمه بس طول شوي ويحطوا الحجره باسبوع اربع مرات تمي من المساء لتاي نهار الصبح حجر يقدوه تحت امك ويحطوا الجنتين على راسك يشدوك ويحطوا يديك هيك يقول انت داعشي تميت ست شهور قلت لهم كيت ما كيت لداعش انا ماني داعشي انا انسان المهم طلعنا بالمصاري طلعنا فهمت علي على خارجتك هاي قصته المهم قبل ما نطلع فاهم قبل ما اطلع حقق معي قائد عسكري لابس نظارات مثل حكايتي شخصيه كذا وقفني هو قاعد على الكرسي والله العظيم يا خالي قال انت داعشي قلت له ايه طبعا هو شوف يضرب داعش قدامي يصرخك بالزلط ويحطك حنفيه فوقك والكبل الخرطوم الخضر يضربك جسم وضرب ما بيتقاوم كذب يقول انت داعشي قلت له نعم قال لي انت سرقت البوراز قلت له نعم شو ما بيقول لي اقول له نعم شو ما بيقول لي خلص قلت له بالكردي قال احكي معي بالعربي قلنا على راسي قلت له تسمح لي سؤالي عندك قال تفضل الزلمه والله العظيم يا خالي قسم بالله انا احكيك انسان مو اكثر انا ما باقي لي بالحياه اعيش 10 سنين 20 سنه وبنصير تحت تراب هاي حكي فاضي انسان منهم
أبو علي علي من بجيش مونو بأسكار مطبقوا أسكار وخربطة جيل يا أبو جورج. المهم قال لي شو ما بيقول لي، أقول له إيه، قلت له خيالي عندك طلبين تقبل السؤال؟ قال تفضل الزلمة. قلت له خيو بيتك بالبوراس؟ أنا داعشي. قال لي إيوه. قلت له بدي أجي أسرق بالبوراس، والله العظيم حكي مثل ما أقول لك حرفيا، إذا طيب الزلمة ميت ما بعرف. قال لي إيوه. قلت له شو بدي أسرق بالبوراس؟ قال لي ما بعرف. تفاجأ الزلمة. هلا أنا أسألك شو بدي أسرق بالبوراس؟ تتفاجأ أنت. قلت له بدي أسرق شغلتين كويسات. قال شو هي؟ قلت له تخلي لي سيارة كويسة قدام البيت مشان أجي أسرقه أجيبه لعندي على البيت. قال لا، السيارة أهرب فيه. اسمع على خرزتك. قلت له هاي رحنا منها. قلت له تخلي لي شنتاية دبلوماسية معبية دولار أجي أسرقه. قال لا، باخده معي. قلت له ينعن رب البوراس، شو بدي أسرق بالبوراس؟ هيك طلع معي. قلت له ينعن رب البوراس، شو بدي أسرق؟ قال سرق سفنجات. قلت له سفنجاتك أولادك شاخين عليه، أنا ما بترضى أحطه ببيتي، أنا أغا ابن أغا، نفسيتي ما تقبل أولادك شاخين على سفنجات وحطهم ببيتي. قال لي شو أنت أغا؟ صرت مسخر علي والله العظيم. قلت له أنا أغا، أغا وابن أغا. قال لي شو أغا؟ قلت له أغا أنا عمي تخرج من إسبانيا 86، لما الريف حلب كله أخذ دكتور خيل عبدي، راحوا إسبانيا سوا، أخذ دكتور خيل عبدي كان بإسبانيا وعمي إجا. أنا أغا سنت ذيك السنة كنت أغا أنا، مو هلق، فهمت علي؟ قال لي شو عرفك بأخذ دكتور خيل عبدي؟ قلت له كان صديق عمي وراحوا سوا درسوا بإسبانيا 86، تخرج عمي إجا وأخذ دكتور خيل عبدي ظل هنيك. قال تعرف ابن أخذ دكتور، ابن أخذ دكتور خيل عبدي؟ قلت له ما بعرفه، بس عمي كان يحكي لنا الله يرحمه عليه، كان صديقنا الزلمة يعني. قال تعرف ابن الكبير ماخذ عمتي؟ الزلمة قال لي والله انتوا اخوات يا اخي. قلت له والله انا اغا، مو احكيك عم احكيك كلام مبالغ، انه انا صدقا نفسيتي ما تقبل سفنجاتك اولادك شاخين علي وانا احطهم ببيتي. قام طالع عن الزلمة حن قلبه علي، قال لي خارج انتوا مو دواعش. قلت له داعش ايش وبطيخ ايش؟ احنا داعش؟ شلون انا داعش؟ صار لكم 6 شهور نكتوا ربي تقول انت داعش وانا ماني داعش. هلا انت شلون تقول لي انا ماني داعش يا اخي؟ انا شلون داعش؟ ما يداش انا. المهم الزلمة قال لي بدي ساعدك يا خارزة، بدي طالعك. عمن اخته عمته متجوزة عند اخو الدكتور خليل عبدي. قلت له متشكرك. قلت له عندك طلب تاني؟ قام والله العظيم الزلمة، انا الزلمة احترمه لانه احترمني كانسان، راح جاب لي كاس الشاي بالبلاستيك كاس الشراب، عبالي حط الباكيت قدامي، جاب لي كرسي قعدني، وجع قلبه عليه الزلمة انه هذا زلمه مو داعشي، فاهم الحقيقه يعني، قصدي فاهم الحقيقه الزلمه يعني. شرب الشاي، انا صار 6 شهور ما بشرب شاي، ما بشرب شاي، عبالي كاسه ثانيه والله العظيم. قال لي خارجي بدي طالعك. قلت له لي عندك طلب؟ قلت له عمي معي بالسجن هون، عمي اسمه حمد سلامه، مضروب برجله لما كان قدام البيت، انضرب برجله لما البيكيكي والدواعش تحارب، واحنا قدام احنا صايرين بيتنا صار يا خالي بين الكراد وبين العرب، فهمت على خرجتك؟ احنا صرنا بثم المدفع بين هون وبين هون. عمي جاته طلقة برجلوه، قال لي خلاص مشان خاطرك هلق اشوف قصة عمك شو بك، طالع عمك زاد. راح جاب لي ورقة وجاي يقرا، قال عمي هذا عمك حاطينه قناص يا يا خارزي. قلت له عمي يشتغل بقطر، امه مرته من البوراز، مرته كردية من البوراز. اخيو قلت له لك شلون داعش يا عمي؟ عمي شلون قناص؟ هو عمي لابس نظارات عمره 50-60 سنة، ولك هذا مضروب رجله هيك. قال والله خارزي اقدر اسيب كل شيء. قلت له شو بدك مصاري اعطيك خالي؟ طالع لي الزلمة هذا. قال لي رجاء احترمتك لا اجيب طار مصاري، والله هيك هو انسان يشحك معي. قمت طلعت انا وعمي حتى الان ما نعرف مات ولا طاب، عندي معلومات صفوه على باب السجن لهلق ما طلع عمي، ومرته كردية من البوراز، اخوه قاضي بيبن بيجا ذاك هو، وما طلعوا دورنا عليه خربنا الدنيا عليه ما طلع يا خالي والله العظيم. حياته هي عندنا كاجيتين اخذتوا خزاناته من قدام من البيوت، البيوت تهديتون تقولوا مولي سلام داعش، كله يقولوا مولي سلام داعش. الحقيقه مشكله، واحد لازم ما يسمع الكلام ويحكي حقيقه. انت اسمع 100 كلمه 90 منهم كذب 10 صحيح، مزبوط ولا لا؟ يعني في ناس عندها هيك نفسيات كبرياء ما بتقبل لا بداعش ولا ببطيخ ولا بشيء، مو فهمت على خارجتك؟ هاي الحقيقة يا خالي، هذا البيكيكي اللي عملوا معنا، بيوتنا كلها هدوم، بيوتنا كلها هدوم يعني يا خالي. معلش يعني انت بنفس الوقت عم تقول في شخص طلعك، وبنفس الوقت عم تقول فكاكي اللي عملها معك، وبرجع بقول لك انا ماني من جماعة فكاكي.
ايه تمام زي ما وجع قلبه عليه فاهم الوقيع حقيقه، لانه عرف عرف هو عرفني انه انا ماني مندعشي، عرف هو عرف انه هذا الزلمه هذا افندي يا اخي، نفسيه كويسه، شبعان خبز ببيت اهله ما يسرق، هو عرفني شو انا معدني. في عنا في عنا خارجيات من قرد كثير مقيمين بالشيوخ. اهلا وسهلا. الله يسلمك. تعرف اول ما قبل ما يوصلوا داعش للشو اسمه للشيوخ، تعرف الخارج تبعنا شو بعثوا لنا رسائل؟ بدي اقول لكم ان شاء الله لحظه. في واحد عم يقول هو مثقف كردي من كوباني عم يقول بيت سلامه مو داعش، بس جابوا داعش على الشيوخ. يو ولا ابو سلامه ايش يا اخي ابو جورج؟ انا عزال هو اللي موت، هو اللي موت، حطوا مع داعش قطعوا انتم مع مخطط طبعا خلصونا من الاكرون. يا استاذ يا خالي يا مجردي يا خالي يا خالي احس بدينك، انا اقدر اجيب داعش اقسمت عليك بالله. انا شو انا يا زلمه ايه ايه اللي مين عم يقول اتصل مع داعش هيك عم يقول؟ انا ما بعرف حكي فاضي يا خالي، والله كلام مبالغ يا خالي اترجاك. خلينا نفهم بعضنا، اذا انا احكي وانت بتحكي وابو جورج يحكي فما رح نفهم شيء من بعض. انا مو مثقف شوي خارجي وخالي، والله درويش يعني عامل عباره ليك اسمعني. انا دارس صف سادس ابتدائي، ما عندي ثقافه على راسي. لا بيتك شخص جاهل ما عنده ثقافه، ما بي مشكله عقلي يعني اوكي. فخارجيتنا بشيوخ كانوا بيبعثوا لنا رسائل عم بيقولوا انه بس يجي دوله، ما كانوا يقولوا داعش، يقولوا الدوله الاسلاميه، بس يجي دوله اسلاميه اول قريه اللي بدنا نحتلها وناخذ دجاجه وبقر وغنم، وهي هو بيت خوالنا يعني بيوتنا نحن قريتنا قرد. خالو حقه يا خوصن، خالو مالح خالو هذا هذا بدل معناته هذا شايل حقد بقلبه من زمان، فعم يستنى فرصة لا ياخد بهذا الثقف، عرفت كيف؟ فبرجع للنقطة